هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إنك رؤوف رحيم إنك رؤوف رحيم إنك